الحمد لله على سلامتكم اولادي. كيدا السفر؟ كلشي مزيان الحمد لله. خدمات متنوعة، نظافة وراحة مع ساتيان بريميوم، راحتكم هي الاولى. ساتيان، السفر على حق طريقه. مرتع للسكارى ومكان لرمي النفايات، هذا ما أصبح عليه المسجد العتيق بحي سباتة بمدينة الدار البيضاء بعد أن توقفت به أشغال الترميم والبناء. كيلوحوا الزبل من السويقة، وتا هنايا ما دايرين والو، المعلمية ما مخلصينش، كيجيبوا معلم ثلاثة المعلمية اللي كيجيو يخدموا هنايا من نهار الرابعة الجامع. ثلاثة المعلمية ديما كاينين، ثلاثة المعلمية والخلاص ما مخلصينش، ديما مضاربين، ديما الحيحة، ديما الزبولات، ديما الروينة، العساس ما كاين، ما كاين حتى شي واحد ما كاين. قالوا كلهم كيشربوا وكيدخلوا، راه هو الزبال، راه كلشي كاين، المعلمية ما مخلصينش. هذا المشروع عطى سيدنا الانطلاقة ديالو، حنا كنعيشوا تما طول هنايا، والدينا كيصليو في الزنقة، في البرد، في الشتاء. نداء لصاحب الجلالة نصره الله، هذا هو اللي غادي نقولوا، حنا غنستنجدوا بسيدنا. هذا المشروع عرفته ما طول كثير. نطالب المسؤولين بالتدخل، نرغب في أداء الصلاة في ظروف جيدة، نأمل في أن نكون كباقي الأحياء، نتوفر على مسجد يقينا حر الصيف وقساوة الشتاء، هي مطالب سكان حي سباتة. كاين شي مساجد اللي جاوا من وراء هذا المسجد وتبناوا، وهذا المسجد ما عرفناش علاش باقي ما تبناش، وكنطلبوا من جلالة الملك باش يتدخل لنا في هذا الامر هذا، باش يعجل بهذا. وهاد الناس هادو راه كيتهاونوا، راه عام على عام كيخدموا سيمانه وكيغبوا شهر وكيتهاونوا. هاد المسجد حنا تحرمنا منه نساء ورجالا، قريب من هاد المعلمه هنا كانت هنا في هذا المكان هذا، والناس مساكن محرومين، دابا ما بقاوش يمشيو يصلوا، كاين اللي كيصلي في محله، كاين اللي ما يقدرش فين يمشي. وهذا المحل، عند المحل قريب للناس، السكان هنايا والسكان مساكن ضايعين في هذا المسجد. هناك مساجد يصلون الناس في الشتاء والامطار تهطل عليهم خارج المسجد، وهناك مساجد في الصيف يصلون اناس في الشمس، والشمس تحرق ظهورهم ووجوههم. ولهذا لا نريد شيئا، انما نريد هذا المسجد ليسرعوا في بنائه وليتقدموا، لأنك هناك شيوخ وهناك نساء كبار في السن لا يقدرون على الذهاب إلى المساجد البعيدة. 62 سنة وسكان حي سباتة يصلون بالمسجد العتيق الذي تهالك مع مرور الزمن، فسقطت جدرانه وسقطت معها آمال ساكنة الحي في التوفر على مسجد يؤدون به الصلاة. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم، اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.